Bonjour mes élèves, comment ça va? J'espère que tout se passe bien pour vous, avec vous, Monsieur Mohammed. Aujourd'hui, on va apprendre l'impératif en français. Inch'Allah, gamin, on va apprendre مع بعض صيغة الأمر. طبعا, درس مهم وجديد علينا كلنا وأول مرة ناخده ونركز فيه لأنه موجود في الثانوي. أول حاجة, جماعة, لازم نبقى فاهمين إن الجملة الأمرية هعملها إزاي. طبعا, يا جماعة, ما ينفعش أوجه أمر مع الضمير إل مع هو, وما ينفعش أوجه الأمر مع إلافيك إس مع هم. لما باجي أعمل جملة أمرية بصرف الفيرب, أول خطوة بعملها بصرف الفيرب مع الضمير تي أو مع نو أو مع فو. ليه بقى يا مسيو؟ لأن ما ينفعش أوجه أمر إلا للتلات ضماير دولت فقط. هقول لواحد مثلا ذاكر أنت, أو ذاكروا أنتم, أو لنذاكر. طيب, إزاي جماعة نعمل جملة في صيغة الأمر؟ أول حاجة عندنا هنصرف الفعل في البريزون في المضارع زي ما احنا عارفين, مع الضمير تي أو مع الضمير نو أو مع الضمير فو. اشمعنى؟ لأن دولت الضمائر اللي ينفع أوجه الأمر ليهم. طيب, أنا عملت كده مثلا فيرب إيكوتي, فيرب بريمي جروب مجموعة أولى, عايز أجيب منه الأمر, ده بمعنى يسمع. عايز أقول اسمع أو لنسمع أو اسمعوا. هعمل أول خطوة هصرف الفيرب في البريزون مع التلات ضماير تي ونو وفو. طبعا, مع تي هنحذف الـ ER وهنحط ES, مع النو تبقى نو زيكوتون, مع الفو إيكوتي. الخطوة التانية يا جماعة, بنحذف البرونو الضمير تي أو نو أو فو حسب اللي انت موجه له الأمر. هنحذف تي لو انت عامل الأمر مع الضمير أنت, وهنحذف أو نو أو فو. ليه يا جماعة بنحذف الضمائر؟ لأن الجملة الأمرية دي جملة بتبدأ بالفعل على طول. أنا ما بقولكش أنت ذاكر, لا, بقولك ذاكر على طول, اسكت, كل, اشرب, اخرج, أقف, وهكذا. طيب, يبقى الخطوة التانية هنحذف الضمير تي أو نو أو فو. الخطوة التالتة, وهي دي الدرس بتاعنا, قالك بنحذف حرف الإس من الفعل اللي متصرف مع الضمير تي لو الفعل مجموعة أولى. طيب, يعني دلوقتي لو الفعل مجموعة أولى بنحذف منه حرف الإس. أنه اللي مع نو؟ لا, اللي مع الضمير تي. ادي حذفت التي, طالما الفعل مجموعة أولى نحذف حرف الإس. طب مع نو ما حذفتش حاجة, مع فو ما حذفتش حاجة. يبقى الخطوة اللي أنا عملتها حذفت الضماير, بعد كده بنحذف حرف الإس من الفعل اللي متصرف مع الضمير تي لو الفعل مجموعة كام؟ أولى. طيب, الشكل اللي طلع لي هو ده صيغة الأمر. إيكوت اسمع, إيكوتون لنسمع, إيكوتي اسمعوا. طب عايز أنفيه, هحط قبلي نو أو إن أبوستروف وبعدي با. نيكوت با لا تسمع, نيكوتو با فلا تسمعوا, نيكوتي با لا تسمعوا. يبقى لا تسمع, فلا نسمع, لا تسمعوا. طيب, عندي فيرب ألي بمعنى يذهب. طيب, هنصرف أول حاجة الفيرب مع الضمير تي, المفروض هيبقى فا, المفروض هنا في إس, ومع النو هتبقى ألو, ومع الفو هتبقى ألي. الخطوة التانية حذفت الضمير تي والضمير نو والضمير فو. الخطوة التالتة, بنحذف حرف الإس من الفعل اللي متصرف مع الضمير تشي لو الفعل مجموعة أولى وكمان مع فيرب ألي. يبقى بنحذف الإس لو الفعل مجموعة أولى وكمان مع فيرب ألي. طيب, هنا حذفنا الإس, يبقى الشكل اللي متدقي ده هو صيغة الأمر. فا اذهب, ألو لنذهب, ألي اذهبوا. طب إن في كده, نو فا با لا تذهب, نالو با فلا نذهب, نالي با لا تذهبوا.
طيب عندنا فيرب فير بمعنى يعمل أو يفعل أو يمارس. إزاي أجيب منه صيغة الأمر؟ هصرفه مع الضمير تي ونوفو في، هنا مع التي هيبقى في، المفروض إن إحنا حافظين تصريف الفيربات في البريزون، مع النو هيبقى فيزون، مع الفو هيبقى فت. الخطوة التانية هنحذف التي أو النو أو الفو. الخطوة التالتة واحد يقول لك هنحذف الاس، طبعا احنا هنا مش هنحذفها، لان احنا امتى بنحذفها؟ لو الفعل مجموعة اولى وكمان لو فيرب الي، ودوت ولا فعل مجموعة اولى بريمي جروب ولا هو فيرب الي، يبقى مانيش دعوة بالاس، تفضل زي ما هي. طب ان في كده يبقى هنا في مارس، فيزون لينو مارس، فت مارسو او اعملوا، نوفي با لا تمارس، Ne faisons pas, فلا نمارس. Ne faites pas, لا تمارسوا. عندي بعد كده verb prendre بمعنى يأخذ أو يتناول. لما نيجي نصرف الverb ده في البريزون، مع tu هيبقى prend، مع الفو هيبقى prenons، مع الفو هيبقى prenez. هنحذف tu والنو والفو. خطوة التالتة مش هنحذف الاس، ايوه برافو، ليه؟ لان ده مش فيرب بريمي جروب ومش فيرب الي، يبقى الشكل اللي متبقي ده هو صيغة الامبيراتيف الامر، برون خذ، برونو خذو، برونو لنأخذ، بروني خذو. نو برو با لا تأخذ، نو برونو با فلا نأخذ، Ne prenez pas, لا تأخذوا. الجزء الأخير عندنا يا جماعة، لو أنا عايز أجيب الأمر الامبيراتيف من فيرب برونومينال فعل ذو ضميرين، هنمشي بالخطوات بتاعتنا عادي خالص. طبعا هنا الفيرب ده لما هنيجي نصرفه مع الضمير تي، السو مع التي بتبقى تو، ومع النو هتبقى نو، ومع الفو هتبقى فو. بعد كده هنحذف الـ ER وهننزل الفيرب، وهنحط مع التي ES، مع النو ONS، مع الفو EZ. الخطوة التالتة حذفنا حرف الاس من هنا عشان الفيرب آخر ER. طيب في حاجة يا جماعة هنا هتزيد على الخطوات بتاعت الأمر لو الفعل برونومينال ذو ضميرين. مبدئيا هو لو الفعل ذو ضميرين وأنا عايز أنفيه هسيبه زي ما هو، نفس الخطوات اللي عملتها كده، وهحط قبليه نو وبعديه با. يبقى الفعل ذو ضميرين لو هو هنفيه في الأمر ما بعملش أي تغيير في الخطوات القديمة. نو تو ليف با، الفيرب ده بمعنى ينهض أو يستيقظ، يبقى هنا نو تو ليف با لا تقف. Ne nous levons pas, فلا نقف. Ne vous levez pas, لا تقفوا. طيب ده لو الفيرب ايه؟ منفي. طب ايه الخطوة الجديدة اللي تحصل في الفعل وانا بجيب منه الامر لو الفعل ذو ضميرين؟ التو تنط تروح بعد الفيرب وتتحول تبقى توا، ليف توا. طيب النو هتنط تروح بعد الفعل ومش تتحول لحاجة، ليفون نو لنقف. الفو تنط تروح بعد الفعل وما تتحولش لحاجة زي ما هي، لوفيفو اقفوا، بنسمعها كتير في الفصل لو حد دخل علينا، لوفيفو اقفوا، ليفتوا اقف. يبقى الخلاصة في الحتة دي، الفعل الزو ضميرين عايز اجيب منه الامر همشي بالخطوات القديمة اللي هي ايه؟ هصرف الفعل مع تي ومع نو ومع فو. جينا نصرفه اهو مع تي بقى كده تليف، المفروض ان انت بتعرف تصرف الفعل الزو ضميرين لو الجملة مضارع، مع النو نو ليفون، مع الفو فو ليفي، وحذفنا التي والنو والفو. بعد كده حذفنا الـ ER، مع التي حطينا او اس، ومع النو او ان اس، ومع الفو او زد. الخطوه اللي بعد كده حذفنا الضماير التي والنو والفو، بعد كده حذفنا الاس من هنا عشان الفيرب اخر او ار. طب لو الفعل الزو ضميرين هنفيه يبقى مفيش اي جديد، قبلي نو وبعدي با. طب لو عاوز اجيب امر مثبت من فعل زو ضميرين، التو هتروح بعد الفعل
تبقى توا. النو تروح بعد الفعل وتفضل نو. الفو تروح بعد الفعل وتفضل فو. أهم حاجة قبل ما نحل مع بعض، أنا فهمت درس الأمر، بس إزاي أعرف إن هختار في الامتحان الفعل متصرف في زمن الأمر مش في زمن المضارع؟ أكيد في حاجة بتعرفني إن الجملة دي أمرية. تمام، عندي حاجتين. إحنا اتفقنا إن الجملة الأمرية هي جملة تبدأ بالفعل على طول، يبقى لما ألاقي جملة النقط جاية في الأول وفي الاختيارات مديني اختار فعل، يبقى أنا هنا عرفت إن هختار الفعل متصرف في زمن الأمر. طب النوع التاني إزاي أعرف إن الجملة أمرية؟ هنادي على حد أقول له أحمد وحط بعد كده فيرجيل فصلة كده، أو أحمد وحط كده بوان ديكسكلاماسيو علامة تعجب، يبقى أنا هنا بنادي على حد. طالما حطيت الفيرجيل أو علامة التعجب دي، يبقى النقط اللي بعدها ديت الفعل هيتعمل في صيغة الأمر. ما هو واحد أنا عايز أمره مش واقف قدامي، فهقوم جاي منادي عليه أحمد ذاكر دروسك. طيب، وطالما جماعة ناديت حد باسمه، يبقى هعمل الأمر مع الضمير تي. طب لو أنا بقول مسيو أو مدام أو مادموازيل، طالما قلت لحد مسيو أو مدام أو مادموازيل، يبقى أنا دلوقتي لازم أحترم الحد ده، فهعمل الأمر معاه مع الضمير فو. طيب، هنا عندي نقطة مهمة جدا يا جماعة. دلوقتي لو أنا كتبت أحمد وعملت علامة الفصل دي أو علامة التعجب، وقلت لك الفيرب في الاختيارات مرة متصرف أمر ومرة متصرف مضارع، أنت هتختار مين؟ طبعا دي علامة أمر، يبقى هستخدم الفعل في زمن الأمر. طب لو أنا قلت أحمد وما حطيتش العلامة دي ولا العلامة دي، وبقول لك تختار الفعل في زمن الأمر ولا في زمن المضارع، يبقى هتصرف الفعل في زمن إيه؟ المضارع. تعال نحل مع بعض الإكزرسيس ده. بيقول لك conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif، صرفوا الأفعال اللي بين الأقواس ديت في صيغة الأمر. بصوا يا جماعة، هنلاحظ النقط بدأ في الجملة، يبقى معنى الكلام عايز يصرف فعل في أول الكلام، يبقى الجملة ديت إيه؟ جملة أمرية. طب verb mettre بمعنى يضع أو يرتدي، نقطة vêtements dans l'armoire، عاوز أقول هنا ضعوا ملابسكم في الدولاب. طيب أنا لقيت هنا تي، يبقى هنا المفروض هصرف الفعل مع تي أنت ولا مع نو أن نحن ولا مع فو في تي. التي ديت يبقى مع الضمير تي. لما نيجي نصرف الفيرب ده في البريزون مع الضمير تي هيبقى مي في اس. واحد هيقول لي نحذف الاس، لا طبعا مش هنحذفها عشان ده مش بريمي جروب، مش مجموعه اولى. يبقى ميت فيتمون دون لارموار. السؤال الثاني اريتي بمعنى يتوقف، فيرب بريمي جروب. نقط دو في مي، عايز اقول لحد توقف عن التدخين. طيب المفروض هنا جماعه بيقول لك pour votre santé، لصحتك. dangereux خطر، pour votre dangereux pour votre santé، خطر لصحتك. votre هنا طبعا مع فو، علامة عرفتني ان انا هعمل الامر مع فو مش مع تشي، يبقى هصرف الفعل مع الضمير فو، هيبقى اخر او زد، يبقى arrêté de fumer. عاوز اصرف فيرب فير في صيغة الأمر. طب أنا يا ربي دلوقتي هصرفه مع تشي ولا مع نو ولا مع فو؟ أكيد في حاجة هتعرفني. نقط attention à ce que vous dites، انتبه إلى ما تقوله. هنا في فو، يبقى هعمله مع فو، هصرفه في المضارع مع فو، هيبقى بالشكل ده، يبقى faites attention. طب عايز أصرف فيرب ألي في صيغة الأمر، أنا برضو محتار هو مع تي ولا نو ولا فو، أكيد في حاجة هتعرفني. نقط فوار سيتي إكسبوزيسيون إلفو بليرا، بليرا
هنا طبعا فيرب الي عرفت ان انا هصرفه مع الضمير فو، لان فو هنا فيرب الي مع الضمير فو هيبقى الي. الي فوار سيت اكسبوزيسيون، اذهبوا شوفوا هذا المعرض. الفو بليرا، سوف يعجبكم. يبقى طبعا عرفت هنا هصرفه مع الضمير فو يبقى الي. Si tu ne trouves pas tes clés, لو انت مش لاقي مفاتيحك، نقط mes clés يبقى خذ مفاتيحي. هعمل هنا امر مع الضمير تي عشان في تي الضمير تي. اصرف verb prendre مع الضمير تي ومش هحذف الاس عشان مش verb premier group ولا هو verb ali. verb partir بمعنى يرحل، مجموعة تالتة، صرفه في المضارع. بار بار بار، اس اس تي، بارتون، بارتي، بارت. طب انا هنا هصرفه مع مين؟ بيقول لك نقط اون فاكونس تون سامبل، نقط في اجازه تو اون سامبل معا او سويا، يبقى ايه؟ لنرحل مع الضمير نو، يبقى هصرف ده مع نو بارتون. نيميرو 7، نقط des vacances تي. طبعا هنا جماعة النقط المفروض قبل des vacances، نقط des vacances تي اون بيزوان، طبعا خدوا اجازة انتوا محتاجينها. فطبعا هنا انت محتاجها، خد اجازة انت محتاجها. طبعا هنا في الضمير تي، يبقى هصرف verb prendre مع تي، هيبقى اخره اس ومش هحذف الاس. لوسي سوا جونتي، يا لوسي كوني لطيفة، نقط روندر فيزيت اتا جران مير. طبعا يا جماعة هنا بكلم بنت اسمها لوسي، يبقى هعمل الامر اذهبي مع الضمير تي، هيبقى فا، وقلنا في فيرب الي كمان بنشيل منه الاس. كده يا جماعة يبقى شرحنا زمن الامبيراتيف الامر وحلنا عليه. يا رب تكونوا استفدتوا، ولو حد عنده أي سؤال أنا في انتظاركم. يا رب نكون أجبنا. أشوفكم على خير إن شاء الله. أوريفوار، السلام عليكم.